هات لي اشوف على الماجا. اوف اوب 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 اه والله يا عفو الله، 3 ثواني لك قتلت الماجا بثلاث ثواني. ان شاء الله تكونوا مبسوطين ومرتاحين معكم اونست من قناه اونستار. نعم يا شباب، قتلت الماجا بثلاث ثواني. صح، هيدا سلاح بثلاث ثواني تقتل الماجا، وحيلا بوس بضربه وحده، شو ما كان البوس ليفل 2 ولا ليفل 3 بتقتله بضربه وحده، اما الماجا يعني بدك 3 ثواني لحتى تحرقه. مثل ما بتشوفوا شباب، هون كل حساباتي تحت، فيكم تضيفوني، وحتى كمان بتفوتوا على الوصف كل حساباتي حتى ما فيهم الديسكورد لنحل المشاكل او اشرح لكم اكثر. حيلا شيء بتعتزوه اكتبوا لي على الديسكورد وضيفوني على الديسكورد. شباب شوفوا، مثلا انا هلا بطاير 3، رفقاتي كثير بعيد عني، ما في الا انا. هيدا هو طلقات النار اللي انا حاططها، وحقلكم باخر الفيديو عنا كيف بتحطوا هيدا السلاح. اكيد بس طلقات النار ما فيكم تعبوا الا من مكان، يعني انا رايح اعبي هون، ما فيك تعبي الا من هون، تعبي النار بس. اما السلاح هو بقلبه اكثر من 100 طلقه، بعتقد هو 120 او 200 طلقه. يعني اذا خلص النار فيكم تقلبوا للرشاش وتقوصوا. شوفوا هون مثلا سبيشال زومبي ليفل 3 دغري احترق راح، لحالكم فيك تفوتوا، ما ضروري تفوتوا معكم حدا. واذا عندكم كلب فيكم يعني تفعلوا الكلب، حتى اذا نزلتوا داون بيشيلكم الكلب. شوفوا مثلا هون كل يعني ولا زومبي بيبقى حد حاله. شوفوا شباب مثلا هون انا كنت عم اوصل عليه شوي من ورا، بس لما تبرم عليه ويفتح تمه النار تعد 1 2 3 وبيحترق الماجا وبيروح لحالك. انا هون لحالي، رفقاتي كثير بعيد عني، شوفوا كيف عم بيحترق الماجا وراح، ما بحاجه ابدا لرفقاتك. هذا السلاح مجلش او جلتش معمول، اكيد حيعملوا له نيرف بعدين يظبطوه. بس حطوه هلا، يمكن تاخرت عليكم شوي بس ما بيأثر. حطوه اللي عم بتشاهدني تتفاعل مع هذا الفيديو ونشروه قد ما بدكم لرفقاتكم اللي بيلعبوا زومبي. شوفوا شباب، هيدي انا حطيت الاس بي اي 545 افضل شيء للسلاح. ليش؟ لحتى يعطينا ام داون سايد سبيد، ونحط نص توك يعني نحط بلا كتف وبلا شيء لنصغره قد ما فينا. انا حطيت له هذا البرل مع الكاتم، ليك شو بيجي صغير لتقدر تتحكم فيه. طلعوا يعني هذا سلاح، شوفوا شو رهيب، الاس بي اي 545. اما بالنسبه للاندر بارل تعيد طلقات النار حتشوفوه هلا وححط لكم اياها. بس هلا انا بفضل كل شيء ايم يكون سريع، لان لما تشرب البركات بيكون ايمك ثابت، واصلا انت هذا بتقوص فيه فاير النار. واذا خلص النار مثل ما قلت لكم فيكم تنتقلوا، بتكبسوا مثلث وبتنتقلوا كمان على الطلقات العاديه. سلاح رهيب جدا، ان شاء الله يعني هلا بهالوقت الحاضر ما حيتقفل الا للتحديث اللي بده يجي، وبتمنى انكم تستعملوه. يعني الشوت جان صار ماله عازي، هذا السلاح الرهيب، هذا الاندر بارل. بنقص على الاندر بارل وبنحط اول خيار النار، هذا هو الخيار النار، واكيد حطوا عليه بركات وحطوا عليه مفتاح لحتى يكون سريع كثير وتحكموا فيه كثير سريع. ما تحرموا المشاكل، تفعلوا الجرس واللايك، وان شاء الله بنشوفكم بمقاطع ثانيه.